مهندس الاتفاق النووي وصاحب دبلوماسية الابتسامة الهادئة الوزير محمد جواد ظريف في لائحة العقوبات الأمريكية، حدث في شكله ليس عاديا وكذلك في مضمونه، لا يزال يتردد صداه في إيران سياسيا وإعلاميا وحتى شعبيا، عكس تأثير الرجل على الرأي العام الأمريكي وما ألحقه من ضرر بإدارة ترامب، فكان القرار الأمريكي انتقاما من المنطق الإيراني كما يرى كثيرون. أفتخر لأنهم فرضوا عقوبات علي بسبب دفاعي عن الشعب الإيراني، ولا أزال أشعر أنني مدين لهذا الشعب فهو يستحق الأفضل، وواجبنا أن نكون في الجبهات الأمامية إلى جانبه. يرى العديد من السياسيين الإيرانيين أن فرض العقوبات على ظريف هو فرض عقوبات على المفاوضات، ما يؤكد بوضوح عدم نية إدارة ترامب التفاوض العادي والندي مع إيران. أما التناقض بين الدعوة الأمريكية إلى الحوار من جهة وفرض العقوبات من جهة أخرى، ما هو سوى محاولات جديدة لفرض الإملاءات؟ بدون شك إن إقدام لا شك أن خطوة أمريكا تظهر غضبها وانزعاجها من سياسة إيران، وتعزز مقولة أن الأمريكيين لا يستحقون أن نتفاوض معهم، وتؤكد كذلك أنهم ليسوا أهلا للحوار بل يريدون التفاوض لتحقيق أهداف أخرى بدون توجيه. تضامنت الصحافة الإيرانية بشكل لافت مع ظريف، كما انسحب هذا التضامن على مواقع التواصل الاجتماعي في إشارة إلى أن ظريف هو صوت الحق والمنطق الإيراني الذي أرعب الإدارة الأمريكية. الالتفاف حول ظريف والدعم الذي حظي به من كافة التيارات السياسية أصولية كانت أو إصلاحية يعطيه أفضلية الفوز في الانتخابات الرئاسية بعد قرابة عامين إذا قرر خوضها، رغم أنه يؤكد إلى الآن عدم نيته الترشح. ملحم ريا، طهران، الميادين.